السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سلام لكل متابعينا الكرام. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بألف صحة وخير، ومعاكم إيمان سعيد. النهاردة هنعمل مع بعضينا حاجة حلوة سهلة وبسيطة، هنعملها من بواقي جوز الهند اللي عندي في باقية من رمضان. أنا كان عندي شوية كده ومش حابة تقعد معايا أكتر من كده بصراحة، ما بحبهاش تطول علشان طعمها بيغير معايا، فقلت أعمل بيها النهاردة حاجة حلوة بسيطة وسهلة وحلوة جدا. يلا بينا نشوف الفيديو والطريقة والمقادير، لكن لأول مرة يشوفني ما ينساش يشترك ويفعل الجرس ويختار كلمة الكل علشان يوصلوا كل فيديوهاتي الجديدة، ولو عجبوا الفيديو بتاعي النهاردة ما ينساش يعمل له لايك ويشاركه مع أصحابه. يلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا، نشوف الطريقة والمقادير، نصلي على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ونسمي الله. المقادير معايا هتكون كلها بالمج العادي بتاع الشاي اللي هو المتوفر في بيوتنا كلنا، ده مج عادي اهو. معايا هنا دول 5 كوبايات من جوز الهند، اقل من نص كيلو على فكره، دول جوز الهند المبشور اهو اللي هو شويه قريب من حب الرز، يعني ما بيبقاش مبشور قوي. معايا نص كوبايه من السكر الحبيبات، نص كوبايه من العسل التقيل، الشربات التقيل، شربات الحلويات اللي انا كنت عاملاه معاكم في رمضان، منه نص كوبايه، ربع كوبايه سمنه، ربع كوبايه ميه، وتلات ارباع كوبايه من الدقيق العادي، الدقيق الابيض العادي خالص، ومعانا رشه فانيليا. دي مكونات الحلو بتاعنا النهارده، كلها هكتبها لكم واسيبها لكم في صندوق الوصف في اليوتيوب حبايبنا اللي على اليوتيوب، وهسيبها فوق الفيديو على الفيسبوك ان شاء الله على صفحتنا اللي على الفيسبوك. نبدا بقى مع بعضينا الطريقه. معايا هنا على النار صينيه او طاسه، يعني حتى لو الومنيوم عادي خالص، هبدا انزل بجوز الهند. بسم الله، هديله تحميصه تمام. طبعا هنفك كل الحاجات المكتلة دي، انا عايزاه ياخد لون دهبي فاتح، ايدك تكون فيه وانت بتحمصيه او وانت بتحمريه، تقدري تحمريه كمان في الفرن تمام. بصوا هي سهلة يعني بتفك معانا، ايدك لازم تبقى فيه عادي، تحمريه في تديله لون في طاسة ألمونيوم او صينية ألمونيوم عادي خالص. انا هدني احرك فيه كده لحد ما ياخد اللون الدهبي الفاتح الحلو، وبعدين نرجع نشوفه مع بعض. طبعا ما نخليش النار عاليه يا جماعه، نخلي النار متوسطه علشان ما يتحرقش معاكي ويبقى واحده وواحده لحد ما جوزة الهند تاخد لون معايا. انا دلوقتي سايباها على نار هاديه، طبعا هبدا اجهز السوائل. هاخد الربع كوبايه ميه والنص كوبايه عسل اللي هو الشربات يا جماعه، وكمان الربع كوبايه سمنه، هنضيف كمان السمنة، بس انا كنت بجيب لها اسباتشولا عشان ننزل كل السمنة، اسفة. هرفع بقى السوائل دي على النار وهخليها تاخد غلوة معايا، المهم بس ما تخليهاش تغلي كتير، هي اول ما تغلي معاكي خلاص بترفعيها من على النار عشان المية ما تتبخرش منها تمام. هرفعها على النار ونشوف بعد كده بقية الخطوات. ده بقى شكل جوز الهند بعد ما حمصته خلاص اخد معايا لون، او بعد ما حمرته اخد معايا لون وبقت ريحته ما اقولكوش في منتهى الجمال، ريحته حلوه جدا. سبته لما بقى دافي، يعني هو دلوقتي دافي مش سخن، هنزل عليه بقى بكوبايه الا ربع من الدقيق، وكمان النص كوبايه سكر، ورشه الفانيليا، دول كيسين فانيليا، وهقلبهم كويس كده مع بعض. وبعد كده هنزل بقى بالسوائل، السوائل برضو بتاعتنا دافية شوية، هنزل بيها. بسم الله، دي السوائل اللي اخدت غلوة معايا على النار، هديهم بقى تقليبة كويسة كده مع بعض وهوزعهم كويس جدا مع بعض. بعد ما قلبتها معايا هنا، دي صينيه انا دهناها ماده دهنيه، تقدري تستخدمي برضو صينيه الومنيوم. الصينيه اللي معانا مقاس 26، هنزل بقى بالخليط ده وهبدا افرده في الصينيه وهضغط عليه كويس قوي.
هبدأ أوزعه كده بالراحة وهضغط عليه. أنا مستخدمة هنا صينية اللي هي من صواني البيتزا اللي بيبقى حرفها واطي، تقدر تستخدمي صينية عادية خالص يعني منعقدش الموضوع، واللي عندك استخدمي. اهو بصوا بتك عليها جامد جدا، بضغط عليها قوي. طبعا لو هتحطي فيها مكسرات ضيفي على الوش شوية، لكن احنا هنعملها سادة. هو جوزة الهند بصراحة يعني تغني عن اي مكسرات. ببدأ كده اسويها واضغط جامد جدا جامد قوي. انا ضغطتها كويس جدا بايدي، حطيت كيس وبدأت اضغط بيه جامد جدا لحد ما اتأكدت ان هي خلاص اتمسكت مع بعض. هدخلها بقى دلوقتي فرن سخن، انا كنت مسخنة الفرن من شوية على درجة حرارة 180، بتاخد حوالي من 25 دقيقة لغاية 30 دقيقة او لحد ما تحسي ان الاجناب بتاعتها خلاص اخدت لون واحمرت، وهي كمان اخدت معاكي لون البسبوسة كده يعني اللون الذهبي الفاتح ده. ونرجع ان شاء الله نشوفها بعد كده هنعمل فيها ايه. ولحد ما هي تتحضر في الفرن انا هحضر معاكم دلوقتي بقى هحضر الشربات. حط هنا كوباية ونص من السكر، هضيف عليها كوباية ونص من المية، هرفعهم على النار. اول ما هيغلي معاكي هتضيفي عليه عصير نص ليمونة، وبعد ما تضيفي عصير النص ليمونة هتسيبيه يغلي لمدة 6 دقايق بس، عشان انا عايزاه شربات خفيف مش عايزاه يتقل منك. بعد 6 دقايق بضفي عليه وبديله رشة فانيليا علشان خاطر تحسن من ريحته وتديكي ريحة حلوة جدا. ده شكلها معايا، شايفين شكلها حلو قد ايه ولونها جميل ازاي. شايفين الحروف اتحمرت هي الاول او احمرت هي الاول، وبعد كده الوش بياخد لون. تمام، انا كله خد لون عن طريق الفرن، ما شغلتش الشوايه خالص. لكن لو حسيتي ان الحروف اغمقت قوي تقدري تشغلي الشوايه لمده لحظات. هي دلوقتي سخنه، هنزل عليها كمان بالشربات السخن. بسم الله، الشربات سخن يا جماعه وخفيف مش تقيل. شايفين بتشربه بسهوله ازاي. يعني هي حاجة كده قريبة من البسيمة من البسبوسة، بس مش مدخلين فيها دقيق سميد خالص، هي معتمدة على جوز الهند ودقيق الأبيض العادي. هسيبها بقى كده لمدة دقايق كده تشرب الشربات. حابة تقدميها في نفس الصينية بتقدميها، حابة تقلبيها وتقدميها في صينية تانية برضو عادي. هتشرب بس الشربات وهنبدأ نقطعها مع بعض. هبدأ بقى دلوقتي اقطعها معاكم ونشوفها. بسم الله، شايفين سهلة في التقطيع، يعني مش ناشفة ولا حاجة، طرية زي البسبوسة او البسيمة او اللديدة، حاجة كده يعني منهم. ان شاء الله نعمل اللديدة دي على مولد النبي بإذن الله عليه افضل الصلاة والسلام، نعملها مع بعض. هقطعها، انا مش عايزة اقطع بالسكينة عشان الصينية عندي تيفال فهتبوظ لو قطعتها بالسكينة. ده شكلها بقى بعد ما قطعتها. هنطلع بقى قطعة مع بعضينا كده ونشوفها. هي لسه سخنة يا جماعة، المفروض تطلعيها لما تبرد. بسم الله، طبعا هي مش هتبقى متماسكة غير لما تبرد اهي. ده شكلها، شايفين عاملة ايه، ياه ما اقولكوش جميلة. ده كده بقى شكلها بعد ما طلعتها وحطيتها في الطبق. هنطلع قطعة تانية مع بعض برضو ونشوفها، برضو احنا بنأكد ان هي لسه برضو سخنة، المفروض تقطعيها لما تبرد. بسم الله اهي، شايفين شكلها حلو قد ايه وشيك جدا وطعمها كمان حلو قوي. ده بقى كان فيديو النهاردة معاكم، يا رب فيديو النهاردة يكون عجبكم. هستنى منكم لايك وشير واشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتوش. كان معاكم ايمان سعيد، اشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.